قاعدين على فرن، من كنا قاعدين في دار لحياة منيحة، يعني حياة حلوة، فلكن تغيرت حياتنا والله ودمرنا. وين في الشوارع عفرن، ومن بسطة لخيمة لشارع، هاي زي ما انت شايفين الشباب. ام لاربع شباب، هدول اللي انت شايفاهم على حافة الطريق، يعني شباب بعمر الورد. الحرب يعني وصلتهم لأدنى لأسفل أسفل أسفل الطريق، إنهم يشتغلوا بالفرن. بشوفهم في هالمناظر هذه قلبي من جوا بنحرق، لأنهم هم المفروض هلقيت يكونوا بجامعاتهم بمدارسهم بأشغالهم، بس إيش بدنا نعمل يعني؟ والله نفسياتهم بالمرة مدمرة، يعني بنسبة إنهم كانوا زمان عايشين أولاد عز وعايشين بكرامة الحمد لله، لأنهم وصلوا لهاي المرحلة إنهم نفسيتهم بالمرة. كنا بندرس إحنا يعني حياة، خلصنا توجيه الحمد لله ونجحنا، وكنا بدنا نسجل في جامعات وسجلنا، وإجت هالحرب ودمرتنا ودمرت الحياة ودمرت، ما ضلش يعني زي ما تقول إشي ينبكي عليه. اليوم الشباب هذول بيعانوا معاناة مش طبيعية، اليوم ما فيش معالم لأي مستقبل.